عندك دهون مستعصية في كرشك، في خاضك، جوانب ظهرك وفي درعانك، وما عندكش القدرة أنك تمشي تشفطيهم بإمكانيات بسيطة وبطريقة سهلة بإمكانك أنك تصلحي عيوب جسمك وتصالحي مع نفسك. تبعي معايا الفيديو خطوة بخطوة. غتاخدي زيت كيف ما كان ومنتج كيكون شوية حار سبيسيال خاص بتدليك الدهون، وهاد أدوات التدليك الخشبية موجودة في أي موقع أونلاين وسعرهم رخيص لا يتعدى $5. هاد المنتج الحار المفلفل كنكب منه في قرعة ديال الزيت ديالي وكنخلط مزيان باش كنخدم به، لانه الزيت بوحدو ما غيعطينيش النتيجة اللي انا باغا، والمنتج بوحدو دغيا كينشف. تندهن كرشي ونخدم بحركات دائرية مزيان حتى كنحس بالمنطقة اللي انا باغا نخدمها سخنات. كين اللي جسمه دغيا كيستعجب وكيسخن دغيا، كين اللي كياخد معاه شوية وقت بين 3 و7 ديال الدقائق. نخدم بحركات دائرية، ندي يديا ونجيبها غير بشوية عليا. ملي كنحس بالمنطقة سخنات عاد نبدا نخدم. كنخدم بصبعي الكبير وبصبعاني بوحدهم، صبعاني كنطلع وصبعي الكبير كندي وكنجيب. خدمو كيف ما انا كندير، دي وجيبي، دوري مزيان، ولا حسيتي بيديك نشفات زيدي البرودوي. هذيك المادة الزيتية اللي انا خلطتها مع المادة الحارة كتخلي يديا كتزلق كيف ما كنقولوا، يعني كتمشي ما كنتألمش، وفي نفس الوقت كتساعدني في الخدمة. كيف ما كتشوفوا نبقى نخدم مزيان. مني نحس بكرشي انها سخنات، الحصة الاولى غنخدم غير بيديا ونرتاح نهار. الحصة الثانية نخدم بيديا، لقيت راسي انني قادرة ندخل ادوات التدليك، ندخلهم غير بشوية. لقيت راسي مازال خاصني غير يديا نخليها حتى الحصه الثالثه. نبقى نخدم مزيان. ملي نحس بكرشي كيف ما قلت لكم انها صافي سخنات، كتحسوا بحال العافيه شاعله فيكم. جيبوا هذا بحال المدلك اللي كنديروا به الحلوه. نخدم مزيان ونرد البال للعظومه اللي عندنا ديال الحوض والعظومه اللي عندنا ديال فم المعده، ما نقربش ليهم. نخدم مزيان. انا شخصيا كيعجبني نخدم بهادي، كنحس براسي بحال كنخدم بيديا. شوفوا كي كنخدم انا كنديها غير بشويه، منجيبها هكا من اليمين لليسار اليمين لليسار، كل واحد وعلى قدر المستطاع اللي غيصبر عليه. نخدم هاد الشن بشويه، نخدم هاد الشن بشويه يرتاح، نمشي للفوق شويه يرتاح، نزل لتحت شويه يرتاح، ونفس الوقت يد كنخدم بها واليد الاخرى كندور بها واحد لا سيركيلاسيون بحال كنريح. نخدم بايد وندور بالثانيه بحال كنريح. الحصه تانية او الثالثه عاد كنستخدم هاد الادوات ديال التدليك، وغير بشويه الاسبوع الثاني عاد نبدا شويه نطلع في النيفو، يعني نضغط شويه بيديا وانا خدامه، وانا كنضغط وكنسرع خدامه وكنضغط وكنسرع. يعني الاسبوع الاول كيكون شويه راحه، الاسبوع الثاني عاد كنبدا نطلع في النيفو، الاسبوع الثالث وانا غاده. غتقولوا لي واش كضري؟ بطبيعه الحال الحصه الاولى شويه كتحسي بالالم، حسيتي بالالم بزاف كتريحي يومين، حسيتي بالالم غير شويه ويحتمل كتريحي غير نهار وتخدمي نهار. اي نتيجه كتبغي ليها المواظبه والاستمراريه. هذا الفيديو انا صورته لكم قديم من بعد كورونا، لانه من بعد كورونا كلنا بالجلسه ديال الدار زادينا شويه في الوزن، لكن ما عرفتش ما درتش لي مونتاج، يلا كنشوفوا دابا عاد رجعت كنقاد فيه. المهم كيف ما كتشوفوا كنخدم غير بشويه عليا. غتقولوا لي مده الجلسه شحال؟ 10 دقائق، ربع ساعه، ثلث ساعه، انت وقدره الاستحمال ديالك. غير المهم ما تفوتوش ثلث ساعه. من بعد انت غتبقاي تخدمي بلا ما تحسي. منين غتبداي تشوفي النتيجه كتستانسي بها وكتفرحي بها كل اسبوع الا انت مواظبه نهار ونهار لا. انا شخصيا كل اسبوع كنت كنقص سنتيم الحمد لله، يعني داكشي اللي انايا زاديته في كورونا انا حيدته في مده ديال 3 شهور الحمد لله والشكر لله، وهذا بدون رياضه. ما كانش عندي الوقت فين ندير الرياضه، فلك انتيا عندك الوقت للرياضه زائد نظام غذائي صحي. ما غنقولش لك الريجيم لانه كاين اللي كيخاف من كلمه ريجيم، انا وحده منهم. الا تبعتي نظام غذائي صحي مع هذا التدليك بشكل يومي او نهار لا، غتشوفي النتيجه وتفرحي بها كل اسبوع. بعض التنويهات، كاين بعض انواع الاجسام كتكون شويه حساسه، ممكن انها تزرق في الحصه الاولى وكتاخذ لها ديك الزرقيه يومين 3 ايام وكتمشي ما كتبقاش، يعني ما تخافيش منها. البلاصه اللي زرقاء ما كنخدموش فوقها، بعدي منها وخدمي حداها. غير ما نحبسوش الخدمه باش تكون نتيجه زوينه،
وكاين اللي غيجي شد عضلي اللي هو قطع اللحم كيف ما كنقولوا احنا بالدارجه. ما ديري حتى حاجه، خليك غير في الحركات الدائريه بنفس المنتج اللي هو مع الزيت، ديري وبقاي غير حركات دائريه حركات دائريه حتى تحسي بكرشك سخنات مزيان، ودوري عليك السلوفان وخليه قد ما قدرتي ساعتين ثلاثه الساعات، وعاد ديك الساعه حيديه. اي نعم ما غتكونش نفس نتيجه انك درتي حصه ديال التدليك، لكن كيف ما كنقولوا نص خساره ولا خساره، ما يدوش عليك النهار وانت ما مستافداش منه. نرجعوا للفيديو ديالنا، سالينا حصه التدليك ديالنا 10 دقائق ربع ساعه ثلث ساعه، انا في الصراحه كندير فيها نص ساعه، نجيب السلوفان ديالي ندوره على كرشي. الا عندك هاد الحزام ديال البطن لبسيه مزيان، غتكون النتيجه احسن واحسن. ما عندكش ما كاين حتى اشكال، سيري قدي الشغل ديال الدار ديالك، ديري حركات رياضيه، خرجي تقداي، خرجي دوري، المهم خلي المنتج مع السلوفان خليهم يتفاعلوا شويه ويسخنوا لنتيجه اسرع وافضل. تنويه اخر، حذاري من اللي كدير السلوفان في الليل وتنعس به، غلط. بنهار ما عندكش اشكال واخا يبقى تنهار كامل على جسمك، لكن بالليل لا. انا ساليت الحصه ديالي، غنقضي شغالي في داري وغنخرج نجيب اغراضي من على برا اللي ناقصاني، وانا كنتحرك والمنتج المفلفل مع السلوفان مع الحزام ديال الكرش اللي انا لابسه مع المشيه اللي انا كنتمشى على برا، كلهم كيخدموا كيتفاعلوا مع بعضياتهم كيحرقوا، وانا اللي مستافده. لكل المستفيدين، ما تبخلوش على القناه بلايك اشتراك وتعليق محفز لدعم المحتوى، وشكرا لمشاهدتكم.